أختنا رسالتها مطولة كثيرا، تقول فيها: أنا سيدة متزوجة والحمد لله أدي واجبات الله، ولكن متزوجة من رجل له زوجة أخرى وأولاد، وظل فترة زواجي منه وهي ما تقارب 6 سنوات حرمني من الإنجاب، وقد حملت أكثر من مرة ويصر على أن أنزل هذا الجنين، وتستمر على هذا المنوال شيخ صالح إلى أن تقول إنه لا يعدل بينها وبين ضرتها في النفقة والعشرة وحسن الأخلاق، وترجو منكم التوجيه جزاكم الله خيرا. أما أنه يلزمك بإسقاط الحمل والإجهاض، هذا منكر ومعصية لله ورسوله، لا يجوز لك موافقته عليه. فإسقاط الحمل وإجهاضه من غير ضرورة ومن غير حكم شرعي بالجواز هذا لا يجوز، معصية لله ولرسوله، لأن الإنجاب مطلوب والحمل له حرمة وله قيمة، لا يجوز الاعتداء عليه والفرار منه. وإذا أمرك بهذا فلا تطيعه، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وأما أنه يميل مع ضرتك ويسيء إليك فلا يجوز منه هذا العمل، الواجب العدل. قال الله سبحانه وتعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. وجاء في الحديث أن من كان له زوجتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل، عقوبة له. الواجب عليه أن يتقي الله، وعلى غيره من الأزواج أن يتقوا الله في نسائهم وأن يعدلوا بينهن كما أمر الله سبحانه وتعالى بذلك وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.